الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا مع رضوى حسن ورغدة شيمي، ومعانا طبعا منورنا في الاستوديو محمد مصطفى، مؤسس فلاحي أصلي، وهو مشروع الحقيقة بيخلينا نستخدم التكنولوجيا في أننا نقدر نوصل للمنتجات الفلاحي اللي كلنا بنحبها وبنحاول ندور عليها ونفسنا نلاقيها بجودة عالية ونلاقيها نظيفة وجميلة وطعمها حلو، وده فعلا اللي بيوفره مشروع فلاحي أصلي. منورنا. منورنا صباح جدا. الفل. صباح الفل. بمناسبة فلاحي بقى نقول صباح القشطة بقى والعسل. أيوة. صباح الحاجات الحلوة دي. منورنا طبعا يا محمد. ربنا يخليك. فكرة مشروع مختلفة جديدة بتخلي كل القاهريين يعني اللي دايما بيبقوا مرتبطين بالمنتجات الفلاحي اللي ما بيعرفوش يلاقوها بسهولة ان هي تبقى متوفرة بالنسبة لهم، فاحكي لنا بداية الفكرة بقى جات معاك ازاي؟ بصي، بداية الفكرة زي ما انت لسه بتقولي حالا دلوقتي، ان احنا نفسنا في البيت بنبقى عايزين ناكل حاجة حلوة، يعني حاجة فلاحي بقى. فانا اصلا يعني والدتي من الشرقيه، وعلى طول كنا بنسافر واحنا صغيرين، نروح ناكل في البلد مع ولاد خالاتي ولاد خلاني وقرايبنا وكده، وبعدين بنلاقي طعم الحاجه مختلف تماما عن الحاجه بناكلها في القاهره. ما اعرفش ايه السبب، ما اعرفش هل الجو، ما تعرفيش اللمه، يعني مش عارفين الاسباب ايه. المهم احنا كنا بنتبسط قوي بالاكل ده. تمام. احنا كنا كل ما نروح ناكل كميه اكل رهيبه، احنا بناكل كتير، بناكل اكل حلو، ما نتعبش. صحي ونضيف جدا. طبعا. وكنا ننزل الارض نجيب مش عارف بتنجان ونجيب الحاجات المزروعه وكده من البيت. المهم لما جينا بدانا نكبر بقى، فبدانا نشتاق للكلام ده تاني، فبدانا ان احنا عايزين ناكل عسل، بنحب عسل النحل، فعايزين يا جماعه نجيب عسل نحل. طب نبعت نجيب المنحل الفلاني بتاع الراجل الفلاني اللي بقاله مثلا 60 سنه يعني عايش معانا. طيب وعايزين زبده، فتيجي ماما ولا والدتي ولا اي حد عايزين زبده، طب نبعت نجيب. الله، طب يا جماعه الناس بتطلب الحاجات ديت، طب ما تيجي نوفر لهم احنا الكلام ده، ونحاول نعمل بقى يعني شبكه موردين من الارياف، من الفلاحين النضاف الكويسين، الكواليتي بتاعتهم حلوه قوي، ونوفرها للناس الموجودين في القاهره. مين شجعك؟ اخواتك شجعوك؟ طبعا معايا اخواتي على طول، شيماء وساره، دول معايا على طول بقى يدا بيد، بننط مع بعض في اي محيط. فقلت لهم يا جماعه تعالوا نعمل كذا كذا، ايه رايكم؟ هم شجعوا جدا الفكره. وانت كبير يا محمد؟ انا اكبر واحد يعني. انت اللي لامم اخواتك حبيبي. اخواتي طبعا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. فبس قررنا ان احنا نعمل الموضوع ده، وكنا يعني خايفين وحاطين ايدينا على قلبنا كده، لان طبعا دي حاجه بتمس الاكل والصحه وكده، فاحنا قلقانين يعني، خايفين حاجه تيجي مش كويسه، جوده مش حلوه، حاجه تيجي سوري بايظه ولا بتاع. فكانت مشكله. المهم بدانا نعمل تيست الاول على نفسينا، احنا نبعت نجيب هنشوف هنعمل ايه، ونعمل بقى نشوف نعمل تشيك كده في الماركت، سعر الحاجه دي بكام، هنكسب ولا هنخسر، هنعمل تسويق ازاي، كل حاجه. وتوكلنا على الله وبدانا وقسمنا الشغل علينا، مين هيمسك الاوبريشنز، مين اللي هيهندل الاوردرز، مين هيرد على السوشيال ميديا. وبما ان انا متخصص في موضوع التسويق، فكان انا الحته بتاعتي التسويق والماركتنج بتاعتي اونلاين. دي دراستك اصلا واللي انت عندك خبره كبيره بيها يعني. انا معايا ام بي اي معايا تخصص اي بزنس، وده كان ده لعبتي بقى، الديجيتال ماركتنج والاونلاين ماركتنج. عارف يا محمد، وانت بتقول ام بي اي، الناس دايما بقى تفتكر انا بقى معايا ام بي اي فلازم ابقى مدير بنك، مدير شركه خالص. يعني ما يفكرش ولا يروح تفكيره لفكره انا ممكن اعمل مشروع بسيط واكسب منه، واعمل مشروع من يعني من اصولي من جذوري، اروح الشرقيه اعمل مشروع. ف يعني دي حاجة مميزة جدا انت عملتها. مش هضحك عليكي، هو انا برضو انت الدراسة غيرت حاجات كتير قوي في دماغي. انت ممكن تبقي عايشة طول عمرك موظفة، وبتيجي في مرحلة من المراحل كده بتلاقي نفسك ان انت وصلت المرحلة، طب انا هفضل لحد امتى موظف؟ مش بنقول الوظيفة مش كويسة، لكن في الاخر انت بيبقى عندك طموح لحاجة معينة انت مش عارف توصل لها ايه. لما انا درست او ان انا طورت شويه التعليم، لا اتغير دماغي، اتحولت من ان انت بتشتغلي حاجه تكنيكال في مكان، انا كنت في كارير اي تي، غيرت كارير اي تي للبيزنس، وساعدني بقى جدا دراستي دي، ساعدتني ان انا ازاي اعمل دراسه كويسه لبروجكت يخليني اكسب كويس، يعوضني عن الوظيفه، وفي نفس الوقت يبقى في تطور مستمر للمشروع ده، يكبر كل شويه بيكبر، ما بقاش انا استك في حته معينه افضل قاعد زي ما انا ما بعملش حاجه. فلا الدراسه غيرت كتير قوي.
فقسمنا الشغل، نرجع تاني حته بقى الشغل، احنا قسمنا الشغل على نفسينا. كانت شيماء مسكت الاوبريشنز، وساره الفولو اب مع العميل والتوصيل والديليفري بقى والحاجات دي. طبعا كان البدايه كانت صعبه ان احنا ازاي هنوفر القصه في التوصيل، ان دي حاجه اكل فلازم ما تقعدش كتير في الديليفري. فعينا ناس كتير قوي في الديليفري على اساس ان هم يبقى سرعه التوصيل ان الحاجه المنتج، لانه بيجي من الشرقيه احنا بنجيب حاجات فريش بتاعتنا. احكي لنا بقى العمليه دي بتحصل ازاي من اول ما بيطلب منكم الاوردر لحد ما بتوصل للعميل، يعني عيشنا كده معاكم في البروسيس دي من اول ما بتحصل لحد نهايتها. بص الموضوع ده معقد شويه يعني قد ما نقدر نبسط. بس هي قصه ان احنا بنيجي احنا بنعمل الماركتنج بتاعنا، ده بدايه خالص. احنا بنيجي نبدا نشتغل، هنقول لحظه يا جماعه احنا عايزين نشتغل على ايه المره دي. ان هنشتغل مثلا على المنتجات الفلاح، الفطير والزبده والقشطه والحاجات دي كده. طيب احنا عندنا منها ستوك ايه، بنجهز الستوك بتاعنا. هنفترض مثلا زي الزبده، الزبده مش لازم تبقى فريش لان هي لازم تبقى مجمده اصلا عشان خاطر الطريق والنقل وكده، لازم تكون مجمده. وفي حاجات فريش، مشكلتي بتبقى في الفريش، حاجات الفريش زي الفطير مثلا. فاحنا بنيجي الاوردر بتاع الفطير ده بيتاخد قبلها بيوم. تمام. يعني هيجي تبلغ الاوردر النهارده، يا جماعه انا عايزه فطيره قد كده كبيره، فطيره وسط، وعايزه جبنه، وعايزه 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 وعايزه. جميل قوي. الجبن الحاجات الفريش دي بتيجي يوميا. تمام. فبنعمل ايه، بنلم الاوردرز دي على الساعه 12 بالليل، بيكون خلاص قفلنا باب الاوردرز للفطير والحاجات الفريش. بنبعت للسبلاير بتاعنا، المورد بتاعنا اللي موجود في الشرقيه، الشيف احمد، يا احمد احنا محتاجين 10 فطاير كبيره، 20 وسط، ومثلا والراجل بتاع الجبنه احنا عايزين 20 كيلو جبنه، عايزين مش عارف قد ايه الكميات اللي هي حاجات الفريش دي. ويجي احمد يجهزها، دي يبدا يشتغل فيها هو من بالليل، من الساعه 12 بالليل لحد الفجر، حاجه 5 6 الفجر يكون مخلص. الساعه 5 6 الفجر بيكون شاحن الحاجات ديت في عربيه بتيجي مخصوص لعندنا. حد من عندنا بيروح يقابل العربيه ديت، بياخد منه المنتجات ديت، يطلع بيها على المكتب مقر الشركه، ياخد المنتجات دي، نبدا نعبيها كل اوردر في مكانه بمناطق. واحنا بنعمل كده بيكونوا الدليفري موجودين، كل منطقه بيروح لها واحد عشان خاطر ما يضيعش وقت، عشان ما يلفش بالمنتجات كتير فتبوظ منه. صح. بس وتبقى بيبقى التارجت بتاعنا ان احنا نعمل ريكورد ان اسرع يوم هنوصل فيه اكبر عدد كميه اوردرز، وبنبدا نعدل كل يوم التراك اللي هنمشي عليه في الدليفري عشان يبقى ايه الاسرع. يعني هنوصل النهارده مثلا التجمع، التجمع ده في 10 اوردرات، انا اسيب المثال في عربيه واحده، لا مش هتكفي 10 اوردرات، لا ابعت عربيتين، في كل واحده توزع خمسه، توزع خمسه في وقت واحد ويرجع تاني. خلاص احنا الساعه 2 ظهر بنكون خلاص قفلنا. أوكي. شطبنا، بنبدا ناخد الاوردرز بتاعه تاني يوم، تاني يوم. تمام. وهكذا، ده السيكونس بتاعنا وخلاص. يعني طيب يا محمد، لما اي حد بيبدا مشروع فيه مشاكل بتواجهه او فيه عقبات ما بيكونش عامل حسابها من الاول، لما بيبدا بقى مرحله التنفيذ، هل ده حصل معاكم؟ بصي طبعا بيحصل في اي مشروع، او اي حد عنده حتى يعني اكسبيرينس في الموضوع ده هيقول لك القصه دي. يعني الحمد لله. بصي ابسط حاجه، يعني لو احنا بنشتغل في اونلاين بيزنس، انا كان يعني عندي عديت بمراحل كتيره قوي في حته الشغل، فعملت شركات كتيره قوي، من ضمن شركه عادي ملهاش علاقه بالاونلاين، وبعد كده لما عملت الام بي اي فتحولت دماغي كلها للاونلاين. بقى الاونلاين لو انت هتشتغل حاجه اونلاين ايا كانت هي ايه، هيبقى عندك اكبر مشكله فيها اللي هي الدليفري. لو انت هتشتغل دليفري، لو انت عندك مكان وبتعملي ديجيتال ماركتنج برضو او توصيل في الاريا دي، الناس هتجيلك وهيبقى عندك مشكله برضو في الدليفري. طيب في مشكله الدليفري دي بيبقى في حلين قدام اي شركه بتبدا مشروع اونلاين، يا اما تعتمد على شركه متخصصه اصلا في الدليفري ودلوقتي بقوا موجودين كتير، يا اما هو اصلا يعمل التيم بتاعه اللي هيوصل الدليفري تبع الشركه بتاعته. انه افضل يختار ايه؟ اللي يختار في الاول، لو انا هبدا بزنس لسه هبتدي فيه، انا مش عارف اذا كنت يعني هنطلق بسرعه الصاروخ ولا همشي بسرعه السحلفه او مش همشي خالص، ربنا ما قدرش ان انا انجح، فيبقى خلينا اوت سورس كل حاجه. عشان ما اصرفش فلوس. يعني النهارده عشان اشغل تيم من عندي يبقى هشتري موتوسيكلات او هشتري عربيات وعين موظفين. لا طب وليه؟ طب ما انا جبت ناس، الراجل ده ياخد، لو انا مثلا باخد الدليفري بتاعي 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه اديهم له كلهم. مش عايزه هو بعربيته، وهو بعربيته، ما الناس اللي بتشتغل في شركات التوصيل هو بيشتغل بعربيته والشركه بتاخد منه كوميشن. لا انا ما باخدش كوميشن، لا تعال اشتغل، مش عايز منك كوميشن خالص، بس اشتغل بس على شرط ان انت ديديكيتد ليا من الساعه 9 الصبح للساعه 2 الظهر، يكون في التزام. التزام.
اللي ما بيلتزمش ما بشتغلش معاه، لان انا في الاخر بيبقى عندي ريبيتيشن بتاعتي مع العميل، يعني سمعتي مع العميل هيجي لك شكوى منه فهتعرف خلاص مش هنشتغل مع بعض. ان العميل يوصل له حاجه بسرعه ما يشتكيش من المندوب اللي رايح له. وحصل معاك يعني مدى التزام السواقين اللي بيوصلوا الطلبات؟ بصي بنسبه 80% محترمين جدا وكويسين جدا وشباب على قدر عالي جدا من الاخلاق. هايل هايل جدا. والنسبه ال 20% ديت اعتقد ان هو ساعات بتبقى يعني بتفلت منه بناء على عن عن ضغط عليه هو شخصيا في وقت معين راح اشتغل فيه فعمل مشكله. بس انتوا بتتابعوا ده يا محمد، يعني بتقدروا يبقى عندكم متابعه دايما سواء لجوده المنتجات او للسواقين اللي شغالين دليفري؟ بص احنا عندنا مشكله ان احنا يعني الحمد لله يعني نسبه الـ يعني في اي بيزنس بيبقى فيه نسبه ريتيرن راجع. احنا عندنا مشكله ان اللي راجع ده هيترمي طبعا، لان راجع ده مش هيتباع تاني. يعني انا ما ببيعش منتج هينفع اروح ارجعه. ما فكرتش انك تتبرع بيه بدل ما يعني يكون بيترمي تعمل ما بنلحقش خدمه ان هو هيبوظ يعني. احنا اصلا عشان اتبرع بيه هتبرع لازم اكون اتبرع بحاجه انا هاكلها. بس عارف هتكون فكره حلوه لو هو لسه سليم وكفء ان انت تعمل زي قسم كده للتنميه المستدامه، فان انت هتساعد ناس ثانيه. ليه لا بجد وتتبرع بالاكل الهادر ده اللي هو لسه سليم وتوديه لمكان خيري او احنا ممكن نعمل فعلا ديل مع تصدقي مع فكره دي حلوه. طب فكره حلوه يلا حلوه اعملوها ونيجي تاني في يلا بينا نقول ان انتوا عملتوا كده فعلا. ان شاء الله ان شاء الله اكيد. طيب وده خلينا نرجع تاني نتكلم على موضوع الاكل الهادر بقى. انت كنت بتقولي على فكره المتابعه عشان ما يبقاش فيه اهدار كتير. بالظبط احنا المتابعه لازم تكون على هي طبعا الفكره كلها مجرد ان الاوردر طلع من عندنا الفولو اب بقى بيبقى مع الدليفري، يعني بقى خلاص انت وصلت لفين وقدامك قد ايه، وفي نفس الوقت من فولو اب مع العميل. يحصل المشكله ممكن تحصل مننا وممكن تحصل من العميل. مننا احنا ما دام الاوردر طلع بقتش المشكله عندي، العميل بقى بيبقى عنده مشكله. ممكن يبقى طالب مثلا حاجه ويقول لك ايه والله انا نسيت خالص فيعني معلش اعذرونا. اعذرونا ايه مش عايزها؟ لا مش او مش موجود. مش موجود. فطب احنا تعملي فيها ايه بقى؟ يعني صعب طبعا. ففي الاخر انت بيبقى عندك بيرسنت لازم تبقى عامله حسابك عليها ان هيحصل عندك غلطات واخطاء مش منك. بس لازم يكون عندك بيرسنت كده بتأميني نفسك فيها ان دي هيحصل هدر او يحصل مرتجع. ممكن مش شرط الحاجه وحشه، بالعكس الحاجه كويسه جدا، بس العميل مش موجود. دي ابسط حاجه، دي اقل من ضمن الحاجات اللي ممكن تواجهك يعني نسبه مخاطر. لكن في الاخر لو انت بتفولو اب بقى كويس قوي ان انت بنأمن على العميل من قبلها بيوم، بنقول له احنا بكره هنوصل لحضرتك الميعاد مثلا من الساعه 12 الظهر ل2 الظهر، الساعتين دول بعد اذنك تكون موجود في البيت او حد موجود في البيت عشان يستلم الاوردر ويقابل الدليفر. ساعات بنعمل كده وبيحصل برضو. احنا بنقلل مع الوقت، بنحاول نقلل الخطا اللي بيحصل ده، لكن في الاخر بيحصل. يعني ده من ضمن الحاجات الريسك اللي بيحصل. الريسك الثاني اللي بيحصل ان ساعات بيبقى فيه مرور ترافيك عالي جدا، الراجل بتاع الدليفري ده ممكن يقعد في منطقه يتزنق في منطقه ما يعرفش يخرج منها، فبيبقى وصلنا مرحله لا ان كده خطر على الاكل ما يروحش. فبنتصل نعتذر للعميل ونأجل له الاوردر لتاني يوم، اوردر تاني او تاجله او كده. تاني يوم بنقول له معلش النهارده احنا اتاخرنا عليك فمعلش هنأجل خليه لبكره وهنجيب لك احنا اللي بكره احسن في توقيت احسن من كده. ممكن يا محمد يكون دي مرحله وبعد كده هيبقى هتعدي وفي مرحله تانية يكون عندكم عربيات بقى مجهزه ان يكون فيها مثلا تبريد او يكون فيها يعني وسائل لحمايه الاكل ده، يعني عشان لسه في البدايه فممكن تكون دي عقبات بتواجهكم. ده حقيقي، ده حقيقي، ده في البلان موجوده، بس احنا بنحاول ان احنا نستثمر الفلوس اللي نقدر نعملها او الارباح اللي بنقدر نحققها نستثمرها تاني في المشروع نفسه بحيث ان احنا نكبر المشروع اكتر ما نصرف في الاساس. يعني زي كنا بقول له رضوى دلوقتي ان احنا بدل ما نشتري عربيات احنا نجيب ناس بعربياتها، فاحنا ممكن برضو بدل ما نشتري عربيه مثلا تكلفنا 500,000 جنيه 600,000 جنيه، طب ما انا اجيب واحد وادي له 10,000 جنيه في الشهر. يبقى عنده العربيه، يبقى هو مثلاً استفاد، هو اشتغل واستفاد بعربيته، وفي نفس الوقت احنا ما صرفناش ال 500,000 جنيه في عربيه. ودي رساله مهمه لكل اللي بيسمعنا ونفسه يعمل مشروع، ان انت مش لازم تستنى لما يبقى معاك راس مال كبير خالص وتبدا مشروعك. بالظبط. محمد انت قلت لي ان انتوا بداتوا اصلا بمبلغ مش كبير، يعني انت واخواتك ما عديناش حوالي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه اللي هو يعني رقم ممكن اي حد يقدر يوفره، او لو مجموعة ناس يعني جمعوا مع بعض ويوفروه. لو كل واحد عمل جمعية هيعملها. يعني عملنا جمعية بألفين جنيه هنعملها. طيب في ناس تانية تقول لك لا 20,000 يعملوا ايه دول مش هيعملوا مشروع، ترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا
اي مبلغ يقدر يعمل بيه مشروع. مره قعدت مع واحد قال لي انت لو معاك 500 جنيه تقدر تعمل مشروع، فبقول له 500 جنيه اعمل بيها مشروع ايه؟ فقال لي هتجيب ترمس وتبيعه. مفيش حاجه يعني مفيش حاجه هشتغل اه اللي عايز يشتغل هيشتغل. ربنا يوفق، التوفيق بقى بتاع ربنا، احنا بنشتغل نعمل اللي علينا وبنسعى، التوفيق بتاع ربنا. الكلام ده جميل قوي، هنطلع نسمع اغنيه ونرجع نقول يلا بينا. يلا بينا يلا بينا على الراديو 90-90. لسه موجودين معاكم رغدة ورضوى وضيفنا محمد مصطفى، مؤسس فلاحي أصلي، وهو ده المشروع اللي هدفه أنه يوفر كل المنتجات الفلاحي لسكان القاهرة والجيزة، يعني المنتجات الفلاحي اللي كلنا بنحبها وبنحس ان هي قد ايه بتبقى مختلفة وجودتها عالية ومضمونة. المشروع ده فعلا بيوفرها، وكمان دخل فيها التكنولوجيا، فتقدر تطلب اي حاجة من بقى فطير مشلتت جبنة وغيره اونلاين وتجيلك لحد البيت. سؤال حلقتنا، قولولنا ايه اكتر منتج فلاحي او اكتر حاجة فلاحي بتحب ان انت تاكلها. يعني عايز اقول لكم انه الفطير المشلتت والجبنة القديمة اكتساح على صفحتنا يعني على الفيسبوك. احنا لسه طالعين من العيد يا رضوى، لسه واكلين فته ولحمه، ناكل فطير بقى. ناكل فطير يا رغده، لازم. مفيش دايت يا جماعه. لا مفيش دايت، بقيت الاسبوع بقى نكمله. نكمل الاسبوع صح. يمكن يا محمد يعني احنا كنا قبل الفاصل بتكلمنا عن الدليفري وفرص العمل اللي وفرتوها لكتير من الشباب والبنات كمان بقى، ودي المفاجاه. حكيلنا عن البنات اللي شغالين معاك ودليفري في فلاحي اصلي. بصي، هو احنا اكتر عدد ناس بيشتغلوا معانا كعدد في الدليفري. الدليفري احنا بنشتغل مش عن طريق موتوسيكلات، لان مش هينفع موتوسيكلات في الحر بالذات وفي الوقت اللي هو الجو صعب فيه كده، فبنوصل عن طريق عربيات خاصه. وزي ما قلت لك ان احنا الهدف بتاعنا احنا ما نصرفش فلوس كبيره قوي في حته الاسيتس او الاصول عشان نقدر نكبر المشروع اسرع يعني. فاحنا مشغلين ناس معانا، بدانا ان التارجت الناس اللي شغالين في شركات التوصيل. يا جماعه شباب اللي عايز يجي يشتغل، تعال احنا عايزينك من الساعه 10 الصبح، من 9 الصبح للساعه 2 الظهر، وهتاخد منطقه واحده، يعني مش هنفضل نجيبك بقى من اليمين للشمال، لان احنا عارفين ان ده هيكلفه وقت، هيكلفنا وقت احنا كمان، وهيكلفه هو فلوس لحرق البنزين اللي هيحرقه في الطرق من مكان لمكان ابعد. فبدانا نقسم، بنعمل بقى كل شويه كده تعديل، ان احنا كل منطقه بيروحها شخص بعدد اوردرات ايا كان العدد ده ايه. خمسه اقصى حاجه البني ادم يوصلها، خمس اوردرات لست اوردرات، لو المنطقه جنب بعض قوي ممكن يزود العدد. تمام. فبدانا نتارجت الناس اللي هم نشتغل بقى عليهم، الشباب اللي هم بيشتغلوا في شركات التوصيل، تعالوا يا جماعه اشتغلوا معانا وانتوا هتكسبوا كويس قوي من عندنا، واحنا مش عايزين منكم حاجه، تعالوا اشتغلوا. فبدا اول الحمد لله واحد يجيب واحد يجيب واحد يجيب واحد، وبدات الناس هي اللي مثلا بيجي لنا عن طريق حد ياخد حاجه، فبيجي يقول طب انا شغلوني معاكم. فالموضوع شبكه الدليفري وصلوا كلهم شباب ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك في الجميع، يعني شباب كويس قوي قوي ومحترمين وكويسين، وبداوا يساعدونا في موضوع الدليفري. طبعا من ضمن الحاجات اللي الناس اللي شغالين في الشركات ديت، في بنات شغالين معنا برضو، في اتنين بنتين شغالين معنا شطار جدا. زائد احنا فتحنا سيكشن فترة الأخيرة للأكل الجاهز على التسوية، اللي هو يعني انت عايزه محشي عندي، عايزه بقى نخش بقى في المحاشي والرقاق ومش عارف ايه النهارده في الحلقه يعني، والحمام المحشي بقى والفراخ والكلام ده كله. بدانا نجهز الاكل ده، فطبعا احنا مش هنقدر نغطي، لو احنا هنعمل اكل احنا مش شغلتنا ان احنا نشتغل، لكن احنا شغلتنا ان احنا نعرف نعمل تسويق كويس قوي، نعرف ان احنا نهندل الاوردرز دي كويس قوي، ونعرف نوصلها كويس قوي. فبدانا ندخل معانا شباب وبنات شيفات، وبيشتغلوا من على الانترنت برضو، بدأنا ندور عليهم ونشوف احسن حد مين، ونبدأ نعمله تيست الاول، بنبعت نجيب منه مثلا هات لنا كيلو محشي ورق عنب، هات لنا كيلو وحشي كرومب، هات لنا فرخة، هات لنا مش عارف ايه، نعمل اوردر منه. وبعد ما بلاقيه كويس بنتصل بيه نقول له والله تعالى احنا عايزين نعمل معاك ديل. ايه الديل؟ احنا عايزينك تشتغل معانا، انت لو انت بتبيع ب 10,000 جنيه احنا هتشتغل معانا ان شاء الله، وتبيع باضعاف الكلام ده، لان احنا هيبقى عندنا التسويق وعندنا العملاء بتاعتنا اللي اوريدي بيثقوا فينا، فهيبقى الموضوع اسهل بالنسبه لنا، فرصه جديده. فشغلنا الناس بقى، لما بتلاقي حد مثلا بيشتغل بقدره معينه الموضوع بيبقى كبير عليه، بيبدا يشغل مع ناس. فالحمد لله برضو بدات الناس الشباب اللي بيشتغلوا معانا والبنات الشيفات اللي بيعملوا الاكل بقى، بداوا يدخلوا معاهم ناس يساعدوهم، ففرص عمل
تانية فالحمد لله بدأ الموضوع ان كله بيشغل بعضه. جميل. فبقت شبكة حلوة يعني شبكة شغل جميلة قوي. فرص عمل الشرقية كمان ودي حاجة برضو هايلة سواء الفلاحين او الشيفات بقى. طبعا. طب احنا عايزين نروح يعني الشرقية. بالظبط. نروح الشرقية. نروح الشرقية مع احمد محمود. طبعا اللي هو بيجهز لكم الفطير اللي فلاحي اصلي. عالمي. احمد مساء الخير. الو. استنوا. الو. منورنا. الله يخليك. تحت امرك. اخبار الشرقية ايه؟ والله الشرقيه زي الفل والحمد لله. يعني عملتوا ايه في العيد؟ لا العيد عندنا بقى كله لحمه بس عندنا بتفرق بقى ان كمان بنعمل فطير كمان باللحمه. فطير باللحمه بالهنا والشفا. احكي لنا بقى علاقتك بفلاحي اصلي و يعني اشتغلتوا مع بعض ازاي وبدات تورد لهم فطير ازاي. احكي لنا كده عن والله استاذ محمد كان اتصل عليا وطلب مني عينه والحمد لله قدرت ان انا ابعتها له وتنولي اعجابه. بدانا بعد كده ان يجهز الاوردر زي ما هو قال لحضرتك. اول اسبوعين كان ممكن نلم اوردر كل يومين كل ثلاث ايام. بعد كده اتفقنا ان يبقى الحاجه تروح للعميل في نفس اليوم بعد ما تستوي عندي او تكون جاهزه بعدها بساعتين بالكتير تكون عند العميل بحيث ان هي تبقى صبحه لسه فيها رونقها فيها طعمها توصل سليمه بدل ما توصل له بيتها او صح يعني المهم ان هي توصل في نفس اليوم. طيب احمد انت اصلا بقى مهنه الفطير دي او يعني ان انت تبقى فطاطري اتعلمتها منين؟ من والدي. ورثتها عن والدك يعني؟ الحمد لله والدي الحمد لله من اشهر الناس في محافظه الشرقيه اللي بيشتغلوا الفطير والحمد لله انا واخويا ورثت عنه المهنه وهو الحمد لله يعني موجود في وسطنا وبرضه بيدينا تعليمات لغايه دلوقتي. طيب ما فكرتش يا احمد انه لا انا عايز اشتغل في وظيفه بقى واروح القاهره وانا ايه اللي قعدني في الشرقيه وابقى فطاطري؟ يعني الافكار دي ما جاتش؟ لا, لا 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 انا بحب مهنتي جدا مع ان الحمد لله انا تعليم عالي و يعني الحمد لله معايا بكالوريوس حسب آلي وبس انا بحب المهنه دي. جميل والله. يعني دي انت بتبعت رساله مهمه جدا يا احمد لكل اللي بيسمعونا انه يعني عادي لو انت بتحب مهنه ومعاك شهاده معينه كمل في المهنه اللي انت بتحبها. طبعا طبعا ما الوظيفه الحكوميه النهارده ما تقدرش تبني مستقبل افضل انما العمل الحر اقدر ان انا بيه ابني مستقبل افضل. طب قول لي بقى يعني محمد بيوصل لك تعليقات العملاء على الفطير اللي انت بتعمله؟ طبعا لازم لازم. ايه بقى يعني على حسب تعليقات العملاء ممكن يكون في عميل هو متوقع حاجه معينه وما بتوصلوش بالطريقه اللي هو بيتمناها فاستاذ محمد بيتصل بيا بيديني التعليق اللي جه ان كان التعليق له رد فبقدر ان انا ارد ان هو يوصل للعميل الفكره ان كان العميل معاه حق طبعا بنقبل التعليقات دي لان افضل ان انا ما يجيني تعليق ابحث عنه واشوف دايما بحاول ان انا ابقى افضل. جميل والله. طب هايل بجد. طيب يعني والله يا احمد احنا بنشكرك ان انت كنت موجود معانا فعلا ونورتنا. ونموذج مشرف ويا ريت كلنا نتعلم منك يعني يا احمد بجد يعني كل الشباب يتعلموا منك. شكرا جزيلا. الحمد لله. والله جميل ورسالة مهمة جدا يعني يا محمد من خلال احمد واكيد ناس كتير في الشرقية برضو انتوا بتوفروا لهم فرص عمل بالطريقة الجميلة اللي احمد اتكلم عنها دي. ده حقيقي. الحمد لله احمد شاطر جدا بصراحة يعني هو ده مهندس كمبيوتر اصلا وموضوع الشغلان شغلة الفطير او المعجنات هو محترف فيها بشكل خطير. ده فن كمان عشان تعرف تعمل فطيره حلوه وطعمها حلو. ده محترف. وساعات وبعدين احنا بقى احنا زهقين وخلي بالك يعني احنا زهقين والراجل زهقان مننا بس يعني هو راجل ذوقه بيفهم بياخد الموضوع حتى لو في اي كومنتس ان احنا لا ده الناس بقى بتبقى عايزه الزبده يا احمد بص عايزها الفطير معموله بزبده مبهدله الدنيا يقول لي طب حاضر مره جايه هزودها لك روح مزودين. ولازم طبعا احنا لينا مواصفات يعني الفطير لازم يكون معمول بالزبده البلدي البيور مش عارف ايه فبقول له احمد بقى لازم بص احنا داخلين على سيزون مثلا بتاع كذا فاحنا عايزين نشد شويه يقول لك هنظبط الدنيا احنا لازم نطلع فاصل يلا بينا يلا بينا.
لسه بنقول يلا بينا على الراديو 90 90، وضيفنا اللي منورنا محمد مصطفى، مؤسس فلاحي أصلي، المشروع اللي هدفه أنه يوفر منتجات الفلاحي لكل سكان القاهرة والجيزة. يعني يمكن يا محمد، يعني من الحاجات المهمة جدا هي أن أنتوا بتتأكدوا من الجودة، وكمان بتدوا فرصة للجهات المسؤولة في الدولة أنها تتأكد من جودة المنتجات اللي أنتوا بتقدموها، فقولي ده بيحصل إزاي؟ احنا اللي كان هدفنا ان احنا نبتدي من الاول نبتدي صح، فكان لازم ان احنا نبقى تابعين لكل الجهات الرقابيه، بالذات ان دي حاجات اكل ومنتجات تهم الصحه. فكان هدفنا من الاول احنا لازم نبدا صح من الاول خالص، عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع الخطا اللي يضر اي حد، او يضرنا احنا شخصيا، او يضر اي حد احنا بنبيع له اي منتج. فكان الهدف بتاعنا من الاول ان احنا شخصيا عاملين رقابه وهايجين للمنتجات كلها بشكل عام، وبنتفق مع الموردين بتوعنا والناس اللي بنشتغل معاهم، يا جماعه احنا عندنا رقابه عاليه جدا على المنتجات، وبالتالي احنا محتاجين ان يكون النظافه بالشكل الفلاني، الجوده بالشكل الفلاني، الطعم بالشكل الفلاني، فاللي هو باعلى نوع من انواع الجوده اللي تبقى موجوده ومتاحه في ايدين الموردين بتوعنا. وده بيخلينا غصبا عننا بحكم القانون وبحكم الوضع بتاعنا احنا خاضعين لوزارة الصحة. وزارة الصحة، يعني انتوا فعلا من الاول قررتوا ان انتوا تبقوا ملتزمين مع جهات مسؤولة ومعنية علشان تتابع المشروع بتاعكم؟ كان ممكن حد تاني يقول لي احنا هنمشيها ودي يا محمد؟ ما ينفعش هتعمل ودي، هو في الاخر هنمشي غلط. يقول لك ما انا هدوقها وطعمها حلو وانا اخواتي بنتاكد. لا ما فيش الكلام ده، ما ينفعش، لازم نمشي صح. واي مشروع عشان يمشي يبتدي يعني يكبر لازم يبتدي صح من الاول. جميل. وده كان هدفنا، يعني ان احنا نمشي صح من الاول خالص. طيب احنا معانا على التليفون استاذ هيثم السبع، مسؤول التفتيش في وزاره الصحه، علشان يعني يقول لنا اهميه الموضوع ده ايه. استاذ هيثم مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك ومنورنا. مساء الخير عليكي رضوى ورغده، منورنا دكتور محمد. يا اهلا وسهلا. يعني دكتور محمد كان لسه بيقول لنا انه مهم قوي عشان الواحد يبدا مشروع صح انه يبقى بيعمل كل الاحتياطات القانونيه والصحيه، خصوصا ان ده اكل. فحضرتك قول لنا على الدور اللي بتقوم بيه بقى من خلال يعني وظيفه حضرتك مع فلاحي اصلا، واي مشروع يعني ليه علاقه بالاكل. طبعا احنا اولا الرقابه على الاكل ديت مفيش فيها فصل، عشان دي حاجه بتبقى بايد المستهلك نفسه، فلازم نامن المستهلك المصري ان الغذاء اللي وصل له ده امن صحيا. تمام. لما جه الاستاذ محمد يعمل المشروع بتاعه، هو صديق من زمان قوي، فقال لي احنا هنمشي الموضوع فريندلي، عايزين نعمل زيارات للسبلاير بتاعنا، زيارات مفاجاه، نشوف الناس دي بتشتغل ازاي، الخامات اللي بيشتغلوا منها، النظافه نفسها. قلت له اوكي. فطلعنا مع بعض الشرقيه، بصينا على الاماكن بتاعت السبلاير نفسه، الاشتراطات الصحيه بتاعت الناس، النظافه الشخصيه بتاعت العمال، الخامات، الماتيريال نفسه اللي بتستخدم. تمام. الراجل بعد كده قبل ما يبدا المشروع خالص، لو حضرتك لاحظتي، في انا متابع الحلقه على فكره. تمام. فكان بيقول ان هو كان عمل تيست على نفسه. ايوه. لما عمل التيست على نفسه على اخواته وكلوا ولقوا التيست كويس، قال لي بقول لك هو احنا ينفع ناخد عينات ونحللها على حسابنا عشان نضمن سلامه المنتج اللي هيوصل للعميل بتاعي؟ تقول طبعا ينفع. فبدا ياخد المنتجات دي من السبلاير ويحللها في معامل وزاره الصحه على حسابه. تمام. لا، اول ما جت النتيجه بتاعت العينات ان هي سليمه وصالحه للاستهلاك الادمي، بدا يشتغل. لما بدا يوسع في المشروع بتاعه وبدا يعمل الحاجات اللي هي جاهزه على الطهي على طول، فاوريدي بقى عنده سنتر كيتشن هنا في القاهره. تمام. مطبخ مطبخ رئيسي القاهرة. مطبخ رئيسي. طبعا في شيفات عنده مدربه، الشيفات دي كانت شغاله في اماكن 5 ستار. برضو بدانا نراعي الشيفات ديت، نشوفهم هم اوريدي مدربين على الهيجين وعلى الهصب وعلى الفود سيفتي، فدول مش هتلاقي منهم مشاكل كتير. برضو هو كان يهمه في الاول وفي الاخر، في المقام الاول والاخير، العميل بتاعه، اللي ما يجلوش مشكله، وهو لازم يعامل ربنا الاول قبل ما يعامل الزبون. يعني الحاجه دي لو هو مش هيقبل ياكل منها ما يقدمهاش للزبون بتاعه. واحنا فعلا يا استاذ هيثم يعني بنسمع عن حالات تسمم كتير بتزيد في الصيف بسبب طبعا الحر وارتفاع درجات الحراره، فالاكل بيبوظ. فيعني بمناسبه ان انت معانا، عايزين نصيحه كده منك لكل اللي بيسمعونا لو بياكلوا بره. بصي، انت لو ما راعيتيش الاشتراطات بتاعت حفظ الاغذيه نفسها، الدنيا كلها بتبوظ.
بمعنى ايه؟ يعني انت لو زي مثلا الحاجه مجمده لازم تتحفظ مجمده، الحاجه مبرده لازم تتحفظ مبرده، ما ينفعش ان انا اسيب الحاجه بره الثلاجه، ما ينفعش ان انا اخلط الحاجه المطهيه بالحاجه اللي قبل الطهي، ما ينفعش الاختلاط في الماتيريال دي نفسها، ده كل ده من عوامل التسمم. جميل. يعني احنا طبعا يعني ربنا يبعد عن اي حد. يعني واضح يا رضوى ان النصيحه موجهه تماما لكل العاملين او القائمين على صناعه وانتاج الاكل، يعني ان هم يحافظوا على الاكل، ان هم يتاكدوا من جودته. يا رضوى يعني لازم 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 يحافظ على الاكل في جميع مراحل الانتاج من اول الماده الخام لحد المنتج النهائي اللي هيوصل للعميل النهائي. طيب واحنا يعني كمستهلك احافظ على نفسي ازاي بقى؟ اعرف ازاي يعني اعرف ازاي وانا باكل بره، خصوصا الصيف الناس بتخرج كتير وتاكل بره كتير، وفي المصيف يعملوا ايه؟ حضرتك قدامك المكان لو ما فيهوش ثلاجات وما فيهوش، انت شايفه قدامك الوضع نفسه مش مريح، ما تشتريش منه. بمعنى ايه؟ انت مثلا تلاقي ممكن تشتري من حد تلاقي ما عندوش ثلاجه ولا ثلاجه واحده في المحل. فهو مش حافظ المواد بتاعته، المواد بتاعته مش محفوظه، فاوريدي هتلاقي فيها مسببات التلوث ومسببات التسمم. فانت عرضه دلوقتي ان انت يجيلك تسمم. فلازم اخد بالي ويعني ابص كده بص على المطعم او المكان اللي هاكل منه قبل ما ابتدي اتعامل معاه. طبعا لازم تبصي وانت بتشتري. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ هيثم، وبجد يعني مسؤول التفتيش في وزاره الصحه، ويعني ربنا يعينك كمان بقى على شغلك. ربنا يكرمك. نورتني يا استاذ هيثم، الف شكرا. شكرا لحضرتك. يمكن وقتنا عدى بسرعة، بس خلوني كده يعني جدا وجوعنا جدا الحقيقة. خلوني أقول لكم بقى على صفحة الراديو 90 90، يعني الفطير المشلتت، الجبنة القديمة، الجبنة القريش، القشطة، الزبدة، المرتة، الكسكسي، يعني أكل كتير جدا الناس كاتبة أنه هي بتحب الأكل ده لما يكون فلاحي. الحاجات دي كلها متوفرة عندكم في فلاحي أصلي يا محمد؟ ده أساسي اساسي. كل المنتجات اللي قلتيها دي حاجات كلها موجوده على طول بشكل دائم، لان دي اكتر فعلا حاجه بتطلب مننا. جميل. جميل، يعني حقيقي انت نورتنا. ربنا يخليك. انا اتشرفت بيك وسعيد جدا ان انا يعني كان ليا حظ حلو. وهنتابع معاك بقى الافكار اللي طرحناها النهارده في الحلقه على طول. انا عجبني موضوع التبادل بين الحلقات، هنعملها ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نورتنا يا محمد، بنشكرك على وجودك معانا. شكرا. رغدة، يعني حلقتنا خلصت، وان شاء الله نتقابل السبت الجاي ان شاء الله وحلقة جديدة. يلا بينا.